هلالي، هلالي اخر يوم في الجزائر. ديلو عايز اتنين بس ان شاء الله نكمل. شكرا. الوداع الاخير للجزائر زي ما جينا وبدانا في زكريا، هننهي الجزائر في زكريا عشان نطلع على اسطنبول. هنودع بقى اخر ناس اصدقائنا موجودين فين، موجودين ولا مش موجودين. حبيبي اخبارك يا صاحبي؟ صباح حبيبي، زي الفل. صباح مية مية والله، زي الفل. انا ماشي، انا ماشي خلاص. باي باي. اخبار مكتاج الدزر زيو وتروح. نحب نعمل الوداع الاخير لبيتي، فندق البريد اللي كان مستضيفني استضافه طويله ومدلعينا خالص. عايزين نشكرهم لان دول عيلتي اللي جوه، الناس اللي جوه دي كلها من كتر ما انا قعدت معاهم بقينا عيله. هنا في الجزائر في العاصمه، في وسط العاصمه، في النص، في المعمعه كلها. فارشح اي حد يجي فعلا الجزائر ده العاصمه، الفندق ده يا جماعه ديلو. انا زعلان. ليش زعلان؟ عشان ماشي خلاص من الجزائر. اها والله. مره ثانيه ماشي ليه اصلا؟ ماشي ليه؟ آه. الفيزا خلصت. هترجع مره ثانيه؟ هاجي بقى في الشتاء بقى ان شاء الله. ان شاء الله نيجي نزور بقى التلج ان شاء الله. ونزور رقمي وانا اتصل بيه حاجه تخصك. اي حاجه ربنا يخليك. اي حاجه انا معايا رقمك من عيني. ربنا يخليك. احلى ايام في الجزائر دي والله، انبسطت جدا. انا ثاني زرت مصر. زرت مصر؟ فين بقى؟ كرمسيس. القاهره يعني. اه كنت انا هرجع على مصر. تيجي مصر الصيف يا باشا؟ تنور تنور. ايوه انت وين في مصر؟ انا في القاهرة. القاهرة؟ اه بعيد مشكلة. العاصمة وعنابة وجيجل وقسطنطين وبجاية ووهران. تمام 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 قوي. وكل ده ما شفناش ربع الجزائر حتى بعد كل ده. لسه ما شفناش حاجة. لسه في اماكن زي الفل. يلا خلاص دي النهاية. وصلنا المطار هنا في الجزائر وهناخد طيارة من هنا لإسطنبول. هروح أقعد في إسطنبول أسبوع وأجي أرجع على البحر. إحنا بنودع الوداع الأخير للجزائر. إدي بكم في اسطنبول دلوقتي. بقى دي اول، انا الصبح الصراحه رحت البيت ونمت الاوتيل وصحيت الصبح ورحت بقى اتغديت وكلت حاجه لان انا كنت جعان ومش شايف، وبدات الفلوج في وقت الغروب. اتاخرت شويه في الفلوج بتاع اسطنبول، بس انا جاي اسطنبول ليه؟ انا جاي اسطنبول اسبوع هصور فيه شويه فيديوهات، بس الاهم ان انا راح اصور فيديو ليه علاقه بزراعه الشعر اللي هو الفيديو الجاي اللي هينزل. هنصور مع بعض، هنصور معاهم الافتر بقى. احنا صورنا البيفور وقت العمليه، دلوقتي هنصور بقى بعد سنه ونص من العمليه تقريبا. فهنروح نصور الكلام ده كله مع الناس، وفي نفس الوقت نكتشف بقى كل الحاجات اللي انا بحبها في اسطنبول. وجاي على كام حاجه انتوا عارفين بقى، اللي متابع الفيديوهات عارف. في بقى الفيديو بتاع، في طبعا راح اجرب التريليتشا او تريسليتشس حافظ مصطفى ده واحد، والاهم منها هو ميديا جي احمد الميديا قواقع البحر اللي بالرز دي. تالت حاجة عايز اجربها مش فاكرها، احمد المشويات، صديقي احمد ده اروح اجرب عنده برضه اكل. هتابعوا الفلوج بتاع تركيا لان بستعيد ذكرياتي هنا، دي تالت مرة في تركيا. ومعانا في الفيديو بتاع النهارده ايناس، جت مخصوص من الجزائر عشان تدوق الكلام الجميل. اسمه ميديا. ميديا. خدي السبايسي. سبايسي هذا؟ يا. I'm supposed to open it. سي. مش متوفر كده. مقدمه افتح اسناني ولا اول حاجه بقى هنعملها فاتحين الميديا. ثانيه واحده اجيب لكم لبن. جاي الليمون كده حطيه وتدي له احلى اكله في العالم رقم واحد. بيو بيو بيو.
بس بص السعر بقى كام؟ 10 ليرة 10 ليرة. أنا لما كنت باجي أكل هنا أما أول مرة رحت أكل كان باتنين ونص ليرة، اتنين ونص اتنين ونص، دلوقتي بقى بعشرة ونص. يا نهار أبيض، يعني أنا أكلت 10 وحدات بمية وخمستاشر ليرة. بيهزر. وعايز كنافة بالآيس كريم من صفا، دي برضه حاجة نسيت أقولها في الفيديو. ايه دي جلاتا بورت، جلاتا بورت مكان نضيف صراحة، نضيف في مطاعم كتيرة وحلو وظريف، بحب اقعد هنا على الرايق خالص. وصلنا على اكتر مكان بحبه في حياتي ومعايا مين؟ مين ظهر معانا؟ مرحبا مريم من لبنان. عرفينا بنفسك. نورا مهنية من الجزائر مقيمة في اسطنبول. اديله، هي اللي مسيطرة في اسطنبول. واي سواق تاكسي بتيجي تاخده اديله على وشه. الراجل سواق تاكسي واحنا جايين ما كانش عايز يشغل العداد. قلنا له، قال لي ما بشغلش عداد بالليل. ما لقى بقى محجبات وعرب وبتاع، قال لك ما شغلش العداد بالليل. فبتقول له هي عايشه بقى لها خمس سنين، بتقول له العداد ايه اللي ما شغلتوش؟ ما كل يوم بيشتغل بالليل عادي. فما شغله في الاخر خالص بقى، قاعد يقول انتوا بتعاملوني وحش ليه، والعرب بيعاملوا لي وحش ليه. هو راجل مرهوش في دماغه، بس مش مشكله. المهم احنا وصلنا عند احسن مكان بيعمل الميديا الاكله الصح. سيبكم بقى من اللي انا اكلته قبل كده بقى. انا لوحدي هطلب 40 واحده، ده الطبيعي. بس هوت 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 عشان فيديو يوتيوب. ده 40. الله الله الله، حدش يقرب من ال 40 بتاعتي. عايزين نصور الكلام ده. يلا اوه، الايدين جاهزه والجوانتيات لبست، ونديله بقى. نديله بالبريل تبع عيروق. يلا صباح الخير من اعلى القمم في اسطنبول. النهارده رحله تخييم. اديله الفنان بيتصور معاه، واللي بيتصور معاه بيغسلوا له هدومه. صاحبي اهلا اهلا بيك. اسود اعطيني معلقه من المعالق. حسب حسب بالله الفرق. انا اعطيتك صنجرة تقريبا غادي عند الشجرة يا اسود. يا